زرعنا كل عناصر التمدن والتقدم بتعميم التعليم، بتحرير المرأة إلى غير ذلك، وبعض الحقوق الاجتماعية التقدمية في ذلك الوقت. المشكل في تونس هو أن لم تقع الاستجابة لتلك الطموحات، ومن هنا جاءت الأزمات المتلاحقة. دوغول قال لا فرانس سي موا، يعني فرنسا هي أنا. ربما بورقيبة كان يفكر وأن تونس هو لا غير. الرئيس بورقيبة كان يحترم الثقافة ويحترم العلم. جريدة مواطنون، صار في إضافة من خلال هذه الجريدة إلى الحياة السياسية في تونس؟ بالطبع، لأن كل الصحف ما عدا صحيفة الموقف تبندر كما نقول نحن وتصفق بالنسبة للنظام.